السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحمده جل جلاله ان وفقنا واياكم لهذا الجمع المبارك في رحاب كلام الله عز وجل الذي هو أطيب الكلام نواصل حديثنا في النظر والتأمل والاستنباط في كتاب الله جل جلاله وكنا قد وصلنا المسير في سورة الأنعام وهي من السور المفصلة التي نزلت على قلب النبي الأمين في مكة المكرمة والظروف كما سلف الذكر هي أن المسلمين كانوا مستضعفين وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين كان يتهم بأنه إنما افترى هذا القرآن واختلقه وأبدعه وألفه فكانوا يتهمونه بأنه افترى القرآن فجاء كتاب الله في هذه الآيات يعطي الادله والبراهين على صدقه ويسوق الحجج المنطقيه والعقليه على نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد وصلنا ايها الاحباب الكرام من خلال حلقه الامس الى الايه 93 من سوره الانعام. الايه 93 من سوره الانعام سناخذ فقط مقطع قصير لنناقش من خلاله قضيه جوهريه ثم نواصل ويكون هذا منهجنا باذن الله اليوم سوف نتحدث عن هذا المقطع الذي يركز على الحركات التي ظهرت في التاريخ تدعي النبوه وتكذب على الخلق وتقول بانهم يوحى اليهم هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقه هذا اليوم يقول ربنا عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون نكتفي بهذا القدر من الايات لانها تتضمن قضيه جوهريه وهي الذين يفترون على الله الكذب الذين يدعون بانهم انبياء او انهم رسل أو أنهم أولياء ويقومون بتعطير الناس وتوجيههم وهذا أمر خطير تاريخ البشرية مليء بمثل أصحاب هذه الدعوات وفي العصر الحديث ظهر عدد كبير من الدجالين والكذابين بل في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا عدد الإيديولوجيات والمذاهب الفلسفية والفكرية لا تعد ولا تحصى حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية سنت قانونا بالإعفاء من الضرائب على الذي يكون مذهب ديني أو إيديولوجية فكرية بشرط أن يكون عدد المريدين يتجاوز الألف نسمة ولا يهم هل هو صادق أم كاذب المهم هناك إيديولوجيا هناك أفكار تستهوي بعض الناس ولكن أخطر بكين وهو الكذب على الله لهذا قال ربنا عز وجل في هذا المقطع ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ربنا في هذا المقطع يؤكد بأنه لا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن كذب على الله قد تكذب على الناس قد تكذب على رئيسك في العمل قد تكذب على زوجتك قد تكذب على جارك قد تكذب على على تيار يسكن في منطقة معينة وتعطيهم وعود كاذبة ولكن أن تكذب على الله هذا أمر خطير لأن هذا فيه ظلم وعدوان لملك الملك وهذا اظلم الظلم لان الكذب على الله له ارتباط بالدين وانه يسعى الى تغيير الاديان في اصولها وفروعها ونسبه ذلك الى الله مع ما فيه من المفاسد الكبيره لهذا الحق عز وجل توعد بالشده كل من كذب على الله واعتبر ان ذلك خطيئه كبرى وندد سبحانه وتعالى على هذا الفعل الشنيع واعتبره منافيا للايمان منافيا للحق حتى قال ربنا عز وجل انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بانه الصادق الامين ولما استتب الامر للاسلام كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغرس الاخلاق في اتباع المؤمنين واول خلق وهو الصدق الصدق وعدم الكذب فلما سئل صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم فقيل له ايكون المسلم بخيلا؟ قال نعم وعندما قيل له: أيكون المسلم كاذبا؟ قال لا. لا. المؤمن لا يكون كاذب. لأن الكذب يسيء إلى الحقيقة التي جاء الدين يدعو إليها وهي الصدق. فربنا قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. يعني يتحدث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم هو صدق وجاء به الصادق الأمين. أما الكذب فهو مفتاح لكل شر. ولعل ابشع انواع الكذب هو الكذب على الله ورسوله. قد يكذب سياسي على على مواطنين يعيدهم وعودا سوف ارفع من مؤشر التنميه، سوف احارب البطاله، سوف اقوم بايجاد السكن اللائق لكل مواطن، سوف اوسع من دائره تشغيل الشباب، سوف اسن قواعد وقوانين تحترم حقوق المراه سوف افعل وافعل ممكن وقد لا يفعل فهذا على كل حال كذب يبدو له مبرر وقد يكذب نقبي على عمال ويقول باننا سوف نقف في وجه ذلك السيد الذي يستغلكم ويعطيكم دراهم معدودات ولكن فيما بعد قد يضع يده في يد الباترون وبالتالي قد يغير نعم له مبرر اي كذب حتى كذب الزوج على زوجته ان يخبرها بانك اجمل نساء العالم وانك هديه الرحمن الي قد يكذب ويكون كذبه مستساغا الا ان الكذب على الله ورسوله هذا اخطر شيء على الوجود وربنا رتب عليه عقابا اليما لهذا قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى خاب من افترى الفريه يعني يصنع الكذبه هذا خاب وخسر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى من الكذب عليه قال ان كذبا علي ليس ككذب على احد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله سأنزل مثل ما أنزل الله هذا أكبر كبرياء هذا يحاول أن يتأله يتأله ويعطي لنفسه صلاحية لا تليق به فربنا يقول ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أي ومن أظلم ممن زعم انه يقدر ان يجاري رب العزه في تنزيل الكتب المقدسه وفي سن الاحكام وفي تشريع الشرائع. هناك شريعه الرحمن وهناك شرائع البشر. فكل من يدعي بانه قادر على ان ينزل احكام شرعيه مثل ما انزل الله هذا يقارن نفسه بكونه فقير عاجز بالذات ناقص من كل وجه اراد ان يشارك القوي الغني الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه طبعا ويدخل في هذا كل من يدعي النبوه وكل من يزعم على معارضه القران وكل من يدعي انه يستطيع ان يسن احكام مثل شريعه الاسلام قضية ادعاء النبوة كما ذكرنا أيها الأحباب هي ظاهرة تاريخية عرفت في مختلف المجتمعات وحتى قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ظهر عدة أدعياء ادعوا أنهم أنبياء وكلما ظهر نبي إلا ويأتي معه من طرق محاربة النبوة أن الأنظمة تخلق تخلق مجموعه من المدعين يدعون بانهم انبياء وهم مجرد دجالين وكذابين لكي يموهوا على الناس الحقائق هذه الظاهره كانت في التاريخ القديم وظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت عبر تاريخ البشريه حتى في عصرنا الحديث هذا هناك مجموعه كبيره من الاشخاص ادعوا النبوه نذكر من بينهم ابرز كذاب في التاريخ. ادعى النبوه هو من يسمى بمسيلمه الكذاب. مسيلمه الكذاب هذا عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان ينتمي الى قبيله بعيده شيئا ما عن قبيله قريش تسمى بقبيله بني حنيفه وهي من اكبر القبائل العربيه. هذه القبيله كانت تدين بالديانه المسيحيه. ومسيلمه كان يدين بالمسيحيه وكان صاحب منصب وصاحب سلطان وعنده ممتلكات كثيره وكان داهيه له قدره على الحوار والجدال ويمتلك زمام اللغه لكن شكله كان غريب تحكي كتب التراث ان مسيلمه الكذاب هذا كان رجل قصير القامه وكان أعرض الأنف وقوي البنية ذو وجه أصفر وعينين ضيقتين متقاربتين. لو جئنا برسام كاريكاتير وطلبنا منه أن يرسم لنا هذه الأوصاف لهذه الشخصية الذي يعتبر أكبر كذاب في تاريخ البشرية ادعى النبوة وادعى بأنه عنده وحي من السماء. رجل قصير القامة قوي البنيه بدكوك وجهه اصفر انفه عريض وله عينان ضيقتين متقاربتين يعني يعطيك ان هذا لا يمكن ان يكون نبي لان يقال التمس الخير في الوجوه الحسن من علامات الانبياء لهم وجه حسن حتى ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال عنه انه كان اجمل من يوسف ابن يعقوب عليه السلام لكن الله ستر جماله عن عيون البشر حتى لا يقع له افتتان لا يقع للناس افتتان به كما وقع ليوسف عليه السلام ليركز على الدعوه والتبليغ مسيلم الكذاب هذا لما سوف ينتشر الاسلام ويتم فتح مكه وصار الناس يدخلون في دين الله افواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا القبائل كلها يسمى عام الفتوح القبائل كلها سوف تسلم ارض العرب كلها سوف تسلم يأتي الوفود بالالاف الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في اخر الدعوه الاسلاميه قبل وفاه النبي الكريم سيأتي الوفود ويبايعون النبي الكريم وتصير ارض العرب كلها مسلمه. من بينهم كانت هذه القبيله قبيله بني حنيفه لما سمعوا بالدين الجديد ارسلوا وفدا لهم الى رسول الله. هناك بعض القبائل تكتفي بارسال وفود يعني عينه من الاعيان ويقومون بالترتيبات والبيعه وتكون القبيله كلها فيها مئات الالاف كلها قد اسلمت. ف بعث هذا الرجل أبو بني حنيفة بعثوا وفدا لهم يسمى وفد اليمامة كان مكون من ثلاث أشخاص كلهم رجال كبار ولهم مقام في القبيلة جاءوا يمثلون أكثر من مئة ألف رجل قبيلة عدد سكانها أكثر من مئة ألف رجل طبعا إذا قلنا الرجل مقابله ضعفين نساء و ثلاث او اربعه اضعاف رجال يعني ان القبيله كلها فيها ما يزيد عن اربعه الى خمسه أ... خمسمائة الف نسمه فدخلوا في الاسلام و... وحسن اسلامهم ولما دخلوا على النبي الكريم هذ الرجال ثلاثة الى الى الخيمه التي كان يجتمع فيها مع الوفود بقي مسيلمه منفردا رفض ان يدخل هم اعلنوا اسلامهم وتبادلوا مع النبي الكريم الكلام الذي فيه الحمد والشكر على نعمة الإيمان فقالوا يا رسول الله إن فينا رجل من سادتنا خارج الدار ما رضي أن يدخل معنا فالنبي الكريم قالوا لهم سأستقبله بمفرده أراد أن يدخل بمفرده فدخل مسيلم الكذاب بمفرده وتحدث مع النبي الكريم ولا أحد سمع ماذا قالوا ولما خرجوا وذهبوا الى الى قبيلتهم الناس اعتنقوا الاسلام لكن مسيلمه جمع حوله فئه كبيره من الناس وقال لهم اني دخلت مع محمد الى الخيمه وكانت بيننا مشاورات وقد اشركني في النبوه معه لقد اشركني في النبوه معه ثم قال الشعار ان محمد نبي قريش وانا مسيلمه نبي بني حنيفه والناس قد اذهلوا قالوا كيف محمد عنده عنده القران و وانت ماذا عندك محمد عنده دليل القران الذي ينزل عليه من السماء فهو الاخر قال انا ايضا عندي عندي قران ادعى انه له قران فبدا غاب عنهم بضعه ايام ثم قال لقد كنت في خلوه مع مع ملك يسموه رحمن وجاءني بقران قالوا له اقراه علينا اقرا علينا مما تزعم انه قران فهذا بدا يكذب على الله ويدعي النبوه فماذا قال؟ قال يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين لا الماء تكذرين ولا الشارب تمنعين وسار يقول مثل هذا الكلام كلام طويل والناس يقولون ما معنى هذا الكلام ليس ككلام محمد الذي يقول بأنه قرآن ولما سمع أحدهم يقرأ سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال سأعارضها وقال الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل ودين قصير وصار يقول كلام مثل هذا في وصف الفيل في حين أن الصورة المذكورة في القرآن الكريم حمالة أوجه وفيها معطيات تاريخية ووقائع مذهلة ثم قال والزارعات زرعا فالحاصدات قمحا فالطاحنات طحنا فالآكلات خبزا وصار هكذا واراد ان يعارض سوره الكوثر ان اعطيناك الكوثر قال ان اعطيناك الجواهر فصلي لربك وجاهر سير يقول مثل هذا الكلام وكان يستعين باعمال سحريه مسيلمة هذا كان كذاب وساحر بارع ابهر الناس بسحره حتى التفوا حوله كان بامكانه ان يضع بيضه في زجاجه وكان بإمكانه قص ريش طائر ثم إعادة الريش ليطير الطير مجددا استخدم, استخدم عدة مهارات ليقع الناس بالإقناع ويقتنع بأنه فعلا نبي يرسل وصار هكذا مسيلم الكذاب يقول مثل هذا الكلام لكن أتباعه قالوا يا مسيلمة إن كلام محمد فيه سجالة وفيه قوة وهذا ليس بوحي من السماء بل مجرد هذيان ومعتوه فقام أحد الأعراب كان سكيرا قال يا قوم والله لأعلم أن مسيلم كذاب وأعلم أن محمدا لصادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر كذاب ربيعة يعني قبيلته تدعى في المنطقة ربيعة كذابها خير من صادق مضر، مضر هي قبيله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدا ين... نجح مسيلم الكذاب في ان يجمع الناس حوله، وظلوا مبهورين بفصاحته وبالاعبه السحريه. وبدا نفوذه يزداد يوما بعد يوم. وكل يوم ياتيهم بمقطع جديد، يقول هذا وحي. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم تنزل عليه خمس ايات خمس ايات خمس ايات القران الكريم نزل جمله واحده في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران وبالضبط في ليله القدر ان انزلناه في ليله القدر نزل جمله واحده ثم صار ينزل مفرقا خمس ايات خمس ايات في الغالب حسب الوقائع والاحداث حتى يفهم الناس حتى يفهم الناس كل مقطع فكانوا لا يتجاوزون المقطع حتى يحفظونه ويفهمون معانيه ويعملون باحكامه وبالتالي على مدى 23 سنه نزل القران الكريم فرسخ في القلوب والعقول. لكن مسيلمه الكذاب كان كل يوم ياتيهم بكلام غير هذا. ولما جمع عدد كبير من الـ الـ الذين امنوا به وصدقوه كون شبه دويله وصار يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم بان يتفق معه من الكتب التي ارسلها الى النبي الكريم مذكورا الان في كتب التراث قال له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله الا واني اوتيت الامر معك فلك يا محمد نصف الارض ولي نصفها الاخر ولكن قريشا قوم لا يظلمون. وكلام هكذا طويل في رساله مدبجه. فلما توصل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرساله رد على مسيلمه ماذا كتب النبي؟ وهو امي. سيدنا النبي لم يكن يقرا ولا يكتب وانما كان يملي كلامه على بعض الكتبه. قال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الى مسيلم الكذاب. السلام على من اتبع الهدى، اما بعد، فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. انظروا كلام النبوه كيف هو وكلام المدعي قال يا محمد لك نصف الارض ولي نصفها الاخر. هذا كلام استعماري قديم وغايته الاستغلال والاستكبار في الارض لكن النبي الكريم ينسب الارض وما فيها لخالقها وبارئها جل جلاله وبقي مسيلم الكذاب يدعي النبوه ويجمع حوله المعجبين وازداد نفوذه وكثر اتباعه بشكل مخيف وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره من الهجره النبويه بدأ اكثر الناس يدخلون في دين مسيلمه وبدأ يدعي بانه عنده البركه فكان يمسح على رؤوس الاطفال كما كان النبي الكريم يفعل من ولد له مولود كان يباركه وكان يظهر كراماته تشبه المعجزات كان يبصق في 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 ماء لعل او بئر غائر لعله يفيض لكن الذي وقع وأن الله تعالى سلب منه سلب منه هذه الكرامات فكان يبصق في بئر غائض فينقطع الماء تماما وكان اذا سقى يسقي بوضوئه يتوضا ويسقي بوضوئه نخلا لكي ينمو فإذا بالنخل ييبس وجاءوا بأطفال صغار مسح على رؤوسهم فإذا بالأطفال صغار صاروا فيهم قرع في رأسهم لا يقوم لهم شعر وجاءه رجل أيضا فيه وجع في عينيه فمسحهما فعمي الرجل بدأ ربنا عز وجل يسلب منه هذه الكرامات التي يدعيها فبدا يفتضح امره بانه مجرد كذاب في تلك الفتره ستظهر امراه اخرى كذابه تدعي النبوه واسمها سجاح التميميه بنت خويلد سجاح هذه امراه كانت من قبيله معروفه من بطون العرب وادعت النبوه ايضا فلما واجهوها وقالوا لها الم تسمعي بان سيدنا النبي محمد قال لا نبي بعدي لا نبي بعدي فقالت نعم هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي لم لم يقل لا نبية بعدي فظهرت سجاح هذه وبدأت تدعي بانها ايضا نبيه وعند هذو كلهم لهم رغبه في السلطه كل هؤلاء المدعون رغبه في السيطره ويوظفون الجانب الديني للوصول الى اهداف دنيويه محضه ثم يسخرون من الدين. سجاح هذه التميميه تعرف بانها اديبه عارفه بالاخبار. كانت شاعره ودارسه وكلهم كانوا كبار الشعر وكبار في الادب. في حين ان سيدنا النبي محمد كان امي امي لم يقرا ولم يكتب ولكن كان يأتيه الوحي من السماء علمه الشديد القوى ذو مرة فبدأت هذه المرأة بكلامها الساحر تؤثر في الناس حتى إن كبار العرب أيام زمان استجابوا لدعوتها يعني يكفي أنك تأتي ببعض الكبراء لكي يزكوا كلامك يعطوك أنك تزكية فيسطع نجمك فكان من بينهم مالك ابن نويرة التميمي كان رجل كبير معروف صاحب سلطة وجاه وعطارد ابن الحاجب أيضا رجل من أهل السلطان ومن أهل الفضل والزبرقان بن بدر هذا الشاعر فحل كبير فمدم هؤلاء الثلاثة وغيرهم زكوا سجح إذا الناس العوام العوام سوف يتقون فيها حتى صار أحد شعرائهم يقول أمست نبيتنا أنت نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. يعني كل الأنبياء كانوا ذكور إلا سجح هذه صارت امرأة. وكانت تدعي أنها ينزل عليها وحي من السماء. مما بقي من تراثها تقول يا أيها المؤمنون المتقون لنا نصف الأرض وتعريش نصفها ولكن قريشا قوم يبهون. كلام مثل هذا ليس فيه توجيه ديني ولا عقدي ولا تربوي بقدر ما فيه تمويه ورغبه في السيطره وسبحان الله يكفي كذبا ان الله تعالى طمس كل هؤلاء والقران الكريم هو الذي لا زال وسوف يبقى الى قيام الساعه. سجاح هذه المراه بلسانها البليغ وبعقلها الذي كان فيه خيال وفيه وعود استطاعت ان تقنع الناس ولما سمعت بان مسيلم الكذاب هو ايضا يدعي النبوه سوف تقع هناك حرب تفكر في ان تحاربه اراد ربنا عز وجل ان يضرب الظالمين بالظالمين فسجح قامت بتجيش جيش كبير واتجهت الى مسيلم الكذاب في بلاد اليمامه لمحاربته مسيلمة الكذاب هذا كان سياسيا داهيا ذكي كان يستعمل الذكاء فقال لي لسجاح تعالي نتفاوض نتفاوض فيما بيننا فدعاها الى الحوار منفردين دخل تحت خيمة وقالت له ماذا اوحى اليك ربك وقال انت آه، ماذا اوحى اليك ربك فقالت له او تبدا النساء النساء لا تبدا الرجال يبداون فبدا مسيلمة يروي لها ما اوحى اليه ربه فقال كلاما سخيفا مما قال الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى اخرج منها نسمه تسعى من بين صفاق وحشا وقال كلام طويل علاقة المرأة بالرجل سماها سورة النساء قال ألم تر أن الله خلق النساء أفراجا وجعل لهن الرجال أزواجا فنولج فيهن قعسا إيلاجا ثم نخرجها إذ نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا كلام هكذا بديء لا يجوز ذكره ولما سمعت هذا الكلام هي علمت بأنه مدعي فقالت له سياسيا ومن باب التمويه أشهد أنك نبي ثم قال لها يا سجح هل تقبلين ان تكوني زوجتي فناكل بقومي وقومك العرب كلهم نضع اليد في اليد قالت نعم فتزوجها في خيمه ومكث معها ثلاثه ايام ثم انصرفت الى قومها فقالوا لها ما عندك يا سجاح قالت فاوضت مسيلمه فوجدته على حق فاتبعته وتزوجته فصدم قومها وسخروا منها، قالوا لها: أي صداق أعطاك يا سجاح؟ قالت: لا شيء، لم يعطني مسيلمة صداق. قالوا لها: والله لا يليق بمن هي مثلك أن تتزوج بغير صداق. فعادت إلى مسيلمة وقالت له: إن قومي يطلبون مني صداقا. فقال: سأعطيك صداقا عظيم. فبعت مؤد فنادى إن مسيلمة رسول الله قد تزوج من سجاح. واعطاها صداقا بانه اسقط على قبيله قبيلتها صلاتين مما كان قد فرض عليكم اسقط عليكم صلاه الفجر وصلاه العشاء فبدا كل من سمع هذا الكلام يقول دين مسيلمه اخف من دين محمد فلنتبع دين مسيلمه فبدات حركه الرده ارتد الناس كثر قالوا مسيلمه عنده دين ما فيه لا صلاه فجر ولا صلاة عشاء الأفضل أن نتبعه فجاءه أحدهم وقال يا مسيلمة أنا السكران وقلت بأن كذاب كذاب اليمامة خير من من صادق مضر فهلا طلبت من ربك أن أن يبيح لنا شرب الخمر فذهب مسيلمة يناجي ربه ويتضرع ثم قال لقد جاءني الوحي يا قوم لقد أباح لي ربي لكم أن تشربوا الخمر كما تشاؤون وبدأ يشرب قدحا منها والناس فرحوا وكبروا وهللوا وصار الناس يدخلون في دين مسيلم الكذاب افواجا. بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ستقع حركه رده كبيره وسوف يكون سيدنا ابو بكر الصديق هو الخليفه اراد ان يغير هذا المنكر بالحوار بالجدال لكن لم ينفع. فاضطر إلى حرب مع مسيلمة الكذاب فخرج الناس لكي يجاهدوا في سبيل الله مسيلمة الكذاب خرج معه أربعون ألف رجل أربعون ألف رجل كلهم فرسان من أصحاب الشدة وطلب منهم قال سوف نتحارب مع جيش المسلمين من أتباع محمد كل من قتل قارئا يحمل القرآن لا أريد منكم أن تقتلوا أي إن كان اقتلوا من كان حامل للقرآن سأعطيه وزنه ذهبا وفعلا لما بعث سيدنا أبو بكر الصديق الجيش الإسلامي بقيادة خالد ابن الوليد في جمع خيار الصحابة وعدد من القراء الكبار بدأوا بدأ الصراع فيما بينهم وكانت معركة خطيرة كانت الهزيمة أن تلحق بالمسلمين لولا أن أن القراء صاروا يقولون يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب سورة آل عمران يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال زينوا القرآن بالفعال وكان سالم مولى أبي حنيفة يقول بئس حامل القرآن أنا إذا لم أثبت في هذا المقام معركة خطيرة جدا من من أراد أن يفر فكانوا يصون أنفسهم بالتبات ولكن استحر القتل بالقراء كان منهج هو اننا نقضي على القراء لان المصحف الكريم لم يكن مجموع نحن الان عندنا مصاحف نقرا فيها في من قبل لم يكن المصاحف مجموعه ومكتوبه المصاحف كانت في الصدور يحفظونها عن ظهر قلب فاذا قتلوا الحفظه المهتمين بالقران معنى ذلك قد قضينا على القران وفعلا قتلوا المئات من الحفظة ولما انتهت المعركة وجاء وحشي وحشي بن حرب قاتل حمزة أراد أن يكفر عن خطيئته فقتل مسيلم الكذاب كان عمر مسيلم الكذاب أنذاك 150 سنة كان من المعمرين عاش 150 سنة ولما مات مسيلم الكذاب وانتصر المسلمون رجع أبو بكر الصديق وحسب عدد بدأ يعد القتلى وجد بأن القراء الحافظين للقرآن الكريم ماتوا بالمئات فقال له سيدنا عمر بن الخطاب يا ابا بكر لقد استحر القتل بالقراء يوم اليمامه واني ارى ان نجمع القرآن في الكتب فتهيب سيدنا ابو بكر الصديق وقال هذا امر لم يفعله النبي لعله بدعه فقال نعم البدعه هي نجمع القرآن في الكتب لانه اذا بقي هؤلاء القراء يتناقصون سيضيع القران فامر لجنه وبدات تكتب في العسب واوراق الشجر وفي في رق الغزال وانذاك استطاعوا ان يجمعوا القران الكريم مكتوبا وهكذا مات مسيلمه الكذاب اما سجاح زوجته فانها فيما بعد سوف تندم وتتوب الى ربها وتعود راجعه الى اهلها وتقول انني كنت متلبسه بشيطان كان ينطق على لساني وجددت ايمانها واسلمت من جديد وبقيت في بلدتها حتى توارت عن الانظار وماتت وانتهت قصتها. فهؤلاء كانوا اول من كذب على الله جل جلاله واول من ادعوا النبوه. فربنا يقول: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الذين قالوا سأنزل مثل ما أنزل الله كثر في التاريخ نذكر من بينهم مثلا في العهود العربية الشاعر العربي الفحل الكبير المسمى أبو الطيب أحمد بن الحسين الشهير بالمتنبي المتنبي قيل يسمى المتنبي لأنه ادعى النبوة في باديه السماوه. باديه السماوه باديه معروفه بالفصاحه والبلاغه كانت بين الكوفه والشام. في عهده كان هناك ما يسمى بالقرامطه. القرامطه حركه فكريه خطيره جدا ارادت ان تغير الدين وقام القرمط الكبير بسرقه الحجر الاسود من الكعبه. 25 سنه الحجر الاسود مسروق وتعطل الحج. لم يعد الناس يحجون 25 سنة بسبب القرامطة وادعوا النبوة وأرادوا أن يقضوا على القرآن ويهدموا الكعبة ويقتلوا المسلمين وقتلوا ما يزيد عن أربعين ألف حاج في عام واحد وادعوا النبوة وكان أبو الطيب المتنبي شاعر فحل يملك اللغة وقال لابد أن أتخندق في المكان الذي ممكن أن, أن أحصل فيه المجد اقصر طريق لتحقيق المجد في ذلك الزمان انك تدعي بانك من اصحاب النبوات فادعى ابو الطيب المتنبي النبوه وكان الشاعر كبير في الاول كان يمدح الرؤساء والزعماء وسيف الدوله يعني الحاكم الاكبر وفعلا كان خطير في الشعر كان شاعر فحل ليس له نظير في زمانه مما قال في شعره أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم شوف على كلام أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم الأعمى صار ينظر لما رأى أدب أبو الطيب المتنبي وألأصم صار يسمع لما انتهت إليه كلمات هذا الشاعر وقال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. يعني جمع كل شيء، جمع ال جمع العلم اللي هو في القلم والقرطاس وجمع ادوات الحرب هي السيف والرمح والخيل وجمع الليالي الملاح الليل والبيداء تعرفني. كلام عظيم، الخيل والليل والبيداء تعرفني. والسيف والرمح والقرطاس والقلم وكان كلامه عظيم جدا إذا رأيت نيوب الليت بارزة فلا تظنن أن الليت يبتسم أبو الطيب المتنبي ادعى النبوة وشبه نفسه بالسيد المسيح عليه السلام قال هو كالمسيح بين اليهود لأن سيدنا عيسى ظهر في اليهود اليهود الذين كانوا في عهد موسى بدلوا وغيروا ف المسيح كان يهوديا ولكنه جاء بدين جديد واراد ان يغير الدين اليهودي قال بانه دخل فيه تبديل وتغيير واليهود اعتبروا المسيح بانه مدعي وفي الاخير قاموا بالتنسيق مع مع الرومان بصلبه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم كان ابو الطيب المتنبي يقول انا مثل المسيح بين اليهود وكان يشبه نفسه بالنبي صالح بين قبيلته ثمود. كان يقول في شعر عظيم: ما مقامي بارض نخله الا كمقام المسيح بين اليهود. انا في امة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. وذكر كلام بانه نبي من بينه ما بقي مكتوبا في التراث، قال: والفلك الدوار والليل والنهار ان الكافر لفي اخطار. كلام هكذا طويل ولكنه لم يثبت ولم يبقى منه اي شيء لانه مجرد كلام ملفق. وهكذا في كل فتره زمنيه تاريخيه الا وظهر مجموعه من الكذابين ادعوا النبوه وصدق ربنا عز وجل حينما قال في كتابه العزيز: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله هذا اكبر الظلم اكبر الجرائم اكبر الاعتداءات انك تدعي النبوه في عصرنا هذا ايضا ظهر مجموعه كبيره من الادعياء فنذكر على سبيل المثال الحصر نظرا لضيق الوقت من بينهم تسمعون عن الحركه القديانيه والحركه البهائيه هؤلاء كلهم مدعين ادعوا بأنهم أنبياء فالشخص المسمى بغلام أحمد قدياني هذا مؤسس الجماعة الأحمدية بقديان في الهند ظهر في إبان الاستعمار وهي أكبر أكبر عملية كذب على الأديان الجماعة الأحمدية مصنفة من الجماعات التي أخرجها العلماء من من الايمان القديانيه والبغائيه والاحمديه هذا الرجل غلام احمد قدياني ظهر في الهند وكان عالم حقيقي كان يتكلم باللغه العربيه واللغه الارديه الاردو ويتكلم باللغه الانجليزيه عنده خيال قوي وخطيب بارع وادعى في الخمسين من عمره انه مجدد الاسلام وانه المسيح الموعود وانه المهدي المنتظر الذي بشرت به الاديان سياتي في اخر الزمان. وادعى بانه ياتيه الوحي من الله. وامره ربنا حسب زعمه بتاسيس جماعه لتجديد الاديان لما اعتراها من جمود واغلاق لباب الاجتهاد. وكتب كتاب يدعي بانه يعارض القران. اسم الكتاب الكتاب المبين الكتاب المبين يحتوي على عشرة آلاف آية هو يقول بأن محمد هو خاتم الأنبياء يعترف لكن يقول محمد خاتم الأنبياء لكن ليس آخرهم ليس آخرهم فلما قالوا له ما الفرق بينك وبين محمد قال محمد كان نبيا مشرعا أما أنا فنبي غير مشرع و كتب كلام غريب في هذا الكتاب مما قال أنا على بصيرة من رب وهاب بعثني الله على رأس المئة لأجدد الدين وأنور وجه الملة وأكسر الصليب وأطفئ نار النصرانية وأقيم سنة خير البرية وأصلح ما فسد وأروج ما كسد وأنا المسيح الموعود والمهدي الموعود معبود من الله علي بالوحي والإلهام وكلمني كما كلم الرسل الكرام طبعا عامة الناس من الدهماء والغوغاء وأصحاب الجهل والمصالح الدنيوية أعجبهم هذا الكلام فاتبعوه عدد كبير اتبعوه وبدأوا يسيرون معه حتى في المغرب هذه الدعوة وسط المغرب في السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن أه معروف أنها كانت جماعات ساطعه ومعروفه في البلد وفي الدار البيضاء كان عندهم مقرات في الدار البيضاء مقرات وفي الشمال حتى في الجزائر الجزائر عرفت بانها منطقه مليئه بالقديانيين الذين صاروا يعتقدون في في يكفي انه في سنه 2016 سوف تقبض السلطات السعوديه او السلطات الجزائريه على العشرات من هؤلاء اتباع الديانه القديانيه وبعد البحوث وجدوا بان عدد القديانيين في الجزائر يفوق خمسة ألاف نسمة في المغرب كان هناك بضع عشرات في الدار البيضاء وفي منطقات شمالية وغيرها لكن لم يبقى منها شيء لأنها طريقة باطلة وبعض العلماء الإسلام اعتبروها بأن خارجة عن الملة كان مما يقول بأنه يأتيه الوحي من السماء يقول يا أحمد بارك الله فيك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذا كله كلام قرآني يقتطعه ويجزئه ويركبه ويدعي بأنه وحي من السماء ولكن العلماء اصحاب العقيده والشريعه حماه الدين عرفوا بانه مجرد كذب وتبين بان الحركه البهائيه هي مجرد تخطيط استعماري حركه استعماريه لان الهند كانت مستعمره من طرف الانجليز والاستعمار الانجليزي كان في القاره الهنديه وظهرت حركات تحرريه تطالب بجلاء المستعمر كان ينهب خيرات البلد وكان يقهر الساكنة والمواطنين وظهرت بعض الحركات تنادي بفريضة الجهاد لمواجهة المستعمر المستعمر لم يستطع أن يواجه هذه الحركات فرأى بأن أفضل طريقة لمواجهتها أنه يخلق فكرة دينية تطالب بإسقاط الجهاد فصار هذا القديان يقول بان الـ بان الـ الجهاد باطل لم يعد في دين محمد في هذا الزمان وهذه الفكره استهوت المستعمر الانجليزي وقدمت للاحمديه مجموعه كبيره من الـ الامتيازات والان آه القديانيه يعتقدون بان بان قديان الموجوده في الهند هي مهبط الوحي ويقدسونها كما يقدس المسلمون مكه والمدينه فهناك مؤتمرات يذهبون الى قديان في 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 الهند ويعتبرون بان ميرزا غلام احمد القدياني هو نبي اخر الزمان وهؤلاء هؤلاء كانوا عندهم الان محطه معروفه محطه ام تي هي معروفه في بريطانيا قناه فضائيه عربيه انجليزيه قويه جدا للجماعة الأحمدية ويعقدون كل سنة حجا كبيرا في العاصمة البريطانية لندن يحج إليها العشرات الألاف من أتباعه القادمين من مختلف أنحاء العالم عندهم موسم كموسم الحج يكفي أيها الأحباب الكرام قبل بضعة سنوات مرة كنت أسير في الحافلة العمومية فركب بجانبي شخص في الدار البيضاء هنا رجل في الستين من عمره تحاورت معه فلاحظت بانه يريد ان يستقطب اراد ان يستقطبني قال لي ابحث عنك ساريك السر لقد ظهر السر في هذا الزمان انا قلت له اي سر؟ الحمد لله ربنا وفقنا لكي ندرس تقريبا كل او جل ما هو في العقائد والاديان التي درت في التاريخ كل ما يتعلق باليهوديه والمسيحيه وما تفرع عنهما والهندوسيه والبراهميه والصابئه وغيرها من الديانات كلها عبر التاريخ من خلال ماده كنا ندرسها في الجامعه تسمى تسمى علم الاديان او عقائد الاديان او الملل والنحل يعني كل الملل والنحل التي مرت في التاريخ فبدا يعطيني كتيبات وقال لي ستحضر معي في بيته وعندنا جلسه واردت ان اسير معه افهم ماذا يفعل انا كان مجرد باحث او طالب علم فذهبت فوجدت بانه يعقد جلسه فيها سبعه اشخاص ما هو هذا الدين الجديد الذي يعتبره سرا قد ظهر انهم جميعا قديانيين الحركه القديانية الى يومنا هذا في زمن الكورونا لا زالت متواجده في بعض الاماكن في قريبا منا حتى في في, بي... في مدن ولكنها خفيه اريد من خلال هذا الكلام ان احذر ابناءنا وبناتنا وشبابنا بأن هذه كلها حركات ضالة تدخل في الكذب على الله جل جلاله أخطر من هذا أيها الأحباب الكرام هناك من يعارض القرآن وهو للأسف رجل مغربي من يسمى بالأخرشيد الأخرشيد إعلامي وكاتب مغربي وهو ابن الجديدة ابن دكالة ربنا أكرمه كان والده إمام يصلي بالناس في إحدى مساجد الجديدة وأعطاه الله صورة جميلة وأعطاه الله قدرة على الكلام والفكر ولما كان صغير كان يتراسل مع بعض المحطات الإدائية كمحطة مونتي كارلو الدولية ويتوصل بمجموعة من الهدايا عبارة عن كتب فيها الديانة المسيحية اعتنق المسيحية بعد ثلاثين سنة كان مسلما يصلي ويصوم وله حر حر ربنا يقول لا إكره في الدين من اراد ان يغير دينه فهو حر لكن الخطر اين يكمن؟ وهو انه تم استقطابه من طرف جهات معينه واعطوه قناه واحده تسمى قناه الحياه القبطيه في مصر واخرى في احدى الدول الغربيه وصار مذيعا شهيرا وصار يتحدث في قضايا كبرى وينتقد القران ونظم مسابقه مسابقه من ياتي بمثل القران وسوف يعطى جائزة نقدية مهمة في برنامجه الشهير سؤال جريء سؤال جريء ينتقد فيه القران والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينتقد التاريخ الاسلامي وللاسف له اتباع ثم هناك حركة دارت في المغرب تسمى حركة مرتدون ونفتخر حركة مرتدون ونفتخر حركة ايضا جاءت لكي تنفت في في القرآن وتنتقده وللأسف أثرت في مجموعة من الشباب أنا عن نفسي التقيت مع بعض الآباء والأمهات وشكوا لي حال أبنائهم وجلست مع هؤلاء الشباب بعضهم نال الباكالوريا وذهب إلى دولة أوروبية أو أمريكية للدراسة وبعد أن عاد لم يعد يصوم رمضان فصدم الأهل لم لا تصوم رمضان فقال وما معنى رمضان؟ صلي وما الصلاه؟ اقرا القران لا اؤمن به. للاسف الشديد مجموعه كبيره من هؤلاء الشباب استطاعت هذه الحركات ان تؤثر فيهم ومنهم من تغير وتبدل وللاسف اكبر اكبر مرتد الان في التاريخ المعاصر للاسف هو مغربي من منطقه في جوانب الزمامره. كان مجرد طالب وذهب إلى الرباط واستكمل الدراسات العليا وصار وللأسف الشديد عنده أفكار خطيرة و... وألقي عليه القبض كان في الأول مع حركة إسلامية ممنوعة وهنالك قرأ كتب داخل السجن مجموعة كتب فلسفية ووقع له غسيل دماغ ولما خرج من السجن صار عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول كلام خطير جدا في الدين وينتقد الدين أنا كيف تعرفت عليه أنا كنت أعرف كطالب في الجامعة كان مجرد إنسان متدين متخلق حتى في السنوات الأخيرة عندي صديق يعمل دركي في الدرك الملكي صديق هو في من مستوى رفيع مرة التقى بي وقال لي عندي مشكلة ما مشكلتك قال زوجتي ارتدت عن الدين أعوذ بالله كيف ذلك وهي انسانه حصل على الشهاده الجامعيه عليا في الاقتصاد وكانت تشتغل في احدى الابناق وخرجت لكي تقوم برعايه ابنائها وصار عندها وقت طويل في البيت وصارت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى حصلت على هذا الشخص وتاثرت به وقام بغسل دماغ لها وقالت له اكبر خدعه تلقيتها في حياتي ان هناك شيء اسمه اله وأن هناك دين وهناك عقيدة كل ذلك مجرد أوهام الرجل صدم ذهب عند بعض العلماء الأجلاء المعروفين اللي هو من التيار السلفي وعنده عنده آراء قوية شديدة فقال له هذه المرأة مرتدة عليك أن تطلقها وإذا ماتت لا تدفن في مقابر المسلمين ولا تورت ولا ترثها و الرجل أصبح مريض ماذا يفعل؟ قال لي ما رايك؟ قلت له انا احترم الاحكام التي قال هذا العالم الجليل وهو رجل معروف في منطقه طنجه ولكن انا ارى بان زوجتك مريضه والمريض ينبغي ان يعالج ليس ان يعاقب فزوجتك محتاجه الى الـ الى الـ إلى, الـ الى العلاج قال لي ما علاجها؟ قلت له الحوار ففعلا نظم لقاء وجلسنا معا وقلت لها ما الذي يدور في في دماغك واخبرتني بانها تقرا هذه المواقع فيها حركه مرتدون ونفتخر وبدات فكره بالفكرة نقوم بنقدها كل فكره نقوم بنقدها يا سبحان الله فالمرأه بدأت تغير رايها وفيما بعد ولله الحمد رجعت الى الى رشدها وقلت له لو تسرعت وطلقت زوجتك ستكون قد قضيت عليها فهؤلاء الذين يدعون نقد الدين اما عن طريق الالحاد واما عن طريق السب معظمهم مرضى نفسيين وافكارهم سقيمه او متلبسين بالشيطان لان الحق يعلو ولا يعلى عليه. فالقران الكريم ليس ككلام اي البشر، ربنا سبحانه وتعالى لما انزله على خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلف ملكا اعظم الملائكه وهو جبريل عليه السلام، ربنا أنزل خير كتبه هو القرآن على خير رسله ومحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق خير ملائكته وجبريل في أعظم شهوره وهو رمضان وفي أعظم لياليه هي ليلة القدر على أعظم أمة هي الأمة الإسلامية لذا ربنا قال لما كان سيدنا النبي ينزل عليه القرآن يسرع ويردد خوفا أن ينسى أو تفلت منه كلمة فقال ربنا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. سيدنا النبي بقي القران معه وكان جبريل ياتيه كل رمضان يعارضه القران، مره يعرض النبي على جبريل ومره جبريل يقرا القران على على سيدنا النبي في كل رمضان ورمضان الاخير قراه ختمه مرتين على جبريل وكان يحضر معه زيد بن ثابت حضر معه زيد بن ثابت لهذا هو الذي اعتمد في عهد ابي بكر الصديق في جمع القران الكريم هكذا قصه طويله ايها الاحباب الكرام لا اريد ان اطيل عليكم نتابع تفسير الايات البينات فربنا سبحانه وتعالى قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم يضيف ربنا عز وجل ويقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ربنا يتوعد هؤلاء الظالمين الذين يكذبون على الله ويفترون الحقائق ويضللون عباد الله يتوعدهم بعقوبة خطيرة عند الموت عند الاحتضار ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت الآن ربنا يتركهم من أراد أن يفعل شيء لا مانع لا إكراه في الدين لكن عند الاحتضار في غمرة الموت شدائده وأهواله الفظيعة وقربه الشنيعة سيكون الأمر فارقا والأمر مذهلا لا يقدر الواصف على ان يصفه والملائكه باسطوا ايديهم لا اله الا الله حاله الاحتضار الانسان يموت والملائكه يضربونهم باسطوا ايديهم يعني يضربونهم تصور ان الملك هنا ملائكه خاص بالعذاب يضربونهم ويمسكونهم لماذا كنتم تقولون على الله الكذب لماذا كنتم تنتقدون حقائق الايمان لماذا تفعلون هكذا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أي عذاب الهون أي العذاب الشديد عذاب يهينكم ويذلكم أنكم كنتم تهينون الله فربنا الآن سوف يهينكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي من الكذب ومن البهتان. وكنتم عن اياته تستكبرون اي تترفعون عن الانقياد لله والاستسلام لاحكام الله والعلماء اخذوا من الايه ما يسمى بعذاب البرزخ وعذاب القبر هذه الايات تتكلم عن قبل قبل البعث والنشور لان هناك عالم اخر بعد الموت هناك محطه تسمى عالم البرزخ وتطول الى ان تاتي الساعه ثم قال واما اليوم القيامه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني الانتقال من عالم البرزخ سيأتي عالم آخر ينتظرنا يسمى عام يوم القيامة الناس سوف يكون هناك مفلسين فرادا بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا أنصار ولا من يساندهم الناس سيبعثون يوم القيامة حفاة عراة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم يعني عراة كما خلقناكم أول مرة كالطفل الذي يخرج من بطن أمه عريان وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني الذي تفتخر به الامتيازات والمصالح والمساكن والدور والقصور كل وتركتموها هل هناك ميت يأخذ معه متاع الدنيا أبدا سيدنا النبي كان يقول ابن آدم يقول مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه إلى الناس. يعني يقول السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.